نذهب الآن إلى المقطع الأكثر تداولاً في المغرب والذي نال تفاعلاً واسعاً جداً على مواقع التواصل الاجتماعي، وبطله كان حارس المنتخب المغربي ياسين بوبو الذي رفض الحديث بغير اللغة العربية في إحدى مؤتمراته الصحفية ضمن بطولة كأس أمم إفريقيا. الموضوع بدأ عندما بدأ ياسين بالحديث عن الفريق والاستعدادات، قطعه بعض المنظمين وفي رواية أخرى بعض الصحفيين أن يتحدث إما بالإنجليزية أو الفرنسية كونه كان يتحدث باللغة العربية، ولا يفهم الصحفيون أيا مما قال بسبب عدم وجود مترجم عربي. ورغم أن بونو يتحدث اللغتين بطلاقة فإنه قرر الاستمرار بالحديث باللغة العربية رافضا الحديث بغيرها، في إشارة إلى اعتراضه على سوء التنظيم وعدم احترام المشاركين العرب بالبطولة. وقال المنظمين: هذه مشكلتكم ليست مشكلتي. تعالوا نشاهد. يعني كتكون حاضر وبعد المرات فما كاين الكرية هذه، بعد المرات ما كيكتبش لك تكون بريزون، فكنظن الجمهور فهو ديما كيسالني لا انا لا كاع اللاعبين، وهذا بالنسبة لنا احنا شي حاجة مهمة، وكنتمناو يعني نزيدو نقدمو اداء في مستوى باش يعني يزيد يفرح الجمهور المغربي. تفاعل واسع جدا كما سبق وذكرنا جاء على هذا الفيديو. لنقرأ أبرز ما جاء بالتعليقات، نبدأ من ياسر. كتب ياسر، ياسر قال: صح أن المفروض يتكلم بلغته الأم، بس أنا أشوفه عقد الموضوع. يعني من اللي استفاد من هذه الحركة؟ إيش راح ينقص منه لو تكلم باللغة الإنجليزية أو الفرنسية؟ من وجهة نظري أنه كان المفروض يتساهل معهم. طيب علي ماذا قال؟ علي قال: لو كان ميسي ولا رونالدو كان قالوا حقه، وكيف مش جايبين مترجم؟ لكن لما يكون لاعب عربي والموضوع يخص اللغة العربية يصبح في جدل وآراء متفاوتة. محمد قال: القارة الإفريقية فيها 10 دول عربية، ومن انعدام الاحترام هو عدم وضعها بعين الاعتبار. أعطاهم درس أن هذه اللغة احترامها وأهمية، وعدم توفر مترجم هي مشكلتكم المتعمدة. فيصل كتب قائلا: صراحة بطولة حلوة، كل يوم حدث جديد، واحد حكم يصفر قبل النهاية مرتين، 2 لخبطة بالنشيد الوطني، 3 تهديدات إرهابية، 5 كور نفسه، مواقع إقامة مكتظة للاعبين، 7 ما في مترجمين في انتظار الحلقة الجديدة. طيب عمر ماذا قال؟ عمر قال: من حقه أن يتكلم بلغته الأم، ولكن الأفضل أن يكون خطابه مفهوم لدى أغلبية الحاضرين والمستمعين وخاصة في بلدهم.